لكن بتاعه. في البداية لطيف، عاوز اقول لك رأيك ايه في الفترة الأخيرة في الزمالك وفريق الكورة والنتائج السلبية، شايف أسبابها ايه؟ انا شايف اسبابها انت عندنا مشاكل كتيره. يعني انت مش عندك مشكله واحده، اولا النادي كان مر بمرحله ان في مجلس اتغير وجي مجلس تاني، عندك جه لجنتين. لجنتين وعندك كمان نقيض واقف، دي مشكله كبيره. وانت كمان طلعت يعني انت القايمه كانت عندك فيها لعيبه شباب، طلعت اسامه معارين، فيصل ومروان حمدي فانت واحمد ما عيد. عندكش الدكه اللي تصنع الفارق. فانت اصبح اعتمادك على مجموعه من اللاعبين، الفرق المنافسه بقت قاريه خلاص. ما انت بتلعب نفس، انا نفسي على اكونت شخصي ما بقتش انزل القايمه بتاعت الفرقه، ما خلاص اصل هتتكلم في ايه؟ هي قايمه معروفه، غياب شيكابالا، غياب المسلوسي زي النهارده، كلها اصابات، الاتصاب معروف ما اتمرنش خلاص يطلع بره التمرين. فاصبحت القايمه محدوده، محدوده ومعروفه، والمنافس اريك وعارف دي كلها صعوبات. تاني حاجة دي أسباب من أسباب التذبذب يعني قصدك؟ طبعا. تاني حاجة إنك النتائج ما بتساعدش، يعني أنت النتائج، أنا دايما رأيي أنا ما ببصش للنتيجة. بص يعني لإيه؟ النتيجة مهمة يا عبد الطيف. ما ببصش للأداء. ما ببصش للأداء. ما ببصش للنتيجة ليه؟ لأن النتيجة هتجيب أداء. صحيح. يعني وأنت بتكسب أنت هتلاقي أو النتيجة مش هتفكرك بالأداء. لا وكمان هتريح، يعني اللعيبة في الملعب هتبقى مرتاحة لما أنت بتكسب. المكسب بيجيب مكسب، مكسب بيجيب مكسب، ويخلي الروح دايما. انا دايما بؤمن ان العنصر النفسي جزء كبير من كره القدم. صحيح. يعني يتفوق على الفني، الفن مطلوب طبعا ومهم، بس ما ينفعش تهمله وتقول لي احنا بنتكلم فنيا. طب ما هو في جزء نفسي، اللاعب لو نفسيا مش يعني مش في حالته، مش مركز، صحيح، مش هيعرف يؤدي. مظبوط. فدي اكبر مشكله للزمالك. طب انت حضرتك تقول لي دلوقتي ازاي نحلها؟ انا شايف الحل بهدوء، وانا كتبتها قبل كده واتكلمت في القصه. قول لنا الحل. الهدوء. الهدوء. خسرت النهارده، ايه المشكله؟ هدوء عند الجمهور، هدوء عند الكل. يعني اتعامل بالموقف انك انت في موسم صعب. موسم صعب جدا، انت عندك مفيش قيد، مفيش قايمه، في لعيبه مصابه، في لعيبه عقودها هتنتهي، ما تعرفش ايه اللي هيحصل. عندك لسه مدرب لسه جاي برضه، والراجل ما كملش 10 ماتشات في كل المسابقات، فلسه فانت الموضوع محتاج هدوء. بس هل ده يعني الهدوء يعني الاستسلام؟ لا، ما هي دي النقطه بقى. ايوه. انا قلت ما فيش عشم، يعني الناس ما تتعشمش قوي، بس ما ينفعش تستسلم. لان الاستسلام ده ازاي ما بين ما فيش عشم وما يعني تستسلمش؟ هو العشم انك ما تبقاش يعني تقول ايه، لا احنا هنطلع الاول وهنكسب لا، انت خد الامور ببساطه، خدها ماتش ماتش. النهارده عندنا، بكره باذن الله اسوان. تمام. دي بطوله اخرى مختلفه دي. نركز في اسوان. ليه؟ اسوان مفاجاه الكاس، احنا اخر يعني من اخر ثلاث نسخ، اخر نسختين منهم من الثلاثه طالعين من نص النهائي قدام المصري 2018، والسنه بتاعت اللي هو النسخه اللي قبليها على طول قدام طلائع الجيش. فانت عندك مشكله، انت دلوقتي اخر ثلاث نسخ بس بتاعت طلائع الجيش دي كان ليها ظروف. ما هي ما هو دلوقتي انت ظروف، انت خسران ماتشين. لا، كانت ظروفها اصعب، خساره افريقيا. انا مجلس الاداره لسه ماشي، متفق، الدنيا ملخبطه. بس ما هو برضو انت بتبقى عندك مشكله، واللعيبه ما كانتش مركزه فخسرنا. ماتش المصري ده انت كنت طالع من البطوله العربيه، وكان مدرب متغير، ايناسيو كان ماشي، وكابتن طارق يحيى اللي مسك برضو، كانت ظروف. هي بتبقى ظروف صعبه. فانت ما ينفعش تستهين، ما ينفعش تقول اسوان لسه فرقه درجه ثانيه، لا هي صعدت خلاص، ممتاز. الفرقه عايزه تظهر بالشكل، اللعيبه نفسها اللي في اسوان عايزه تظهر، عشان ما حدش يمشيهم ويجيب عليهم لعيبه جديده. صحيح. فهيبقى ماتش صعب، خصوصا القايمه اللي هتلعب بيها اسوان، القايمه اللي كانت بيها في الدوري بتاعها ما جابتش جديد ولا عناصر جديده، واللعيبه عايزه تثبت نفسها عشان الصفقات وما يجيبوش حد عليهم، فكل واحد عايز يظهر، فيبقى ماتش صعب. تركز في الماتش، خلص الماتش تقفل صفحته، نركز في الماتش اللي بقى ايا كانت النتيجه. انت عاوزها خطوه خطوه. بالظبط. تمشي خطوه خطوه وبهدوء. وبعدين الخطوه خطوه ايه؟ يعني انت كسبت برضه مش فرح، انت كسبت عادي، وصلت النهائي مش مشكله، ما عملناش حاجه لسه. لما الزمالك يبدا ياخد البطوله نبدا نتكلم. كذلك في الدوري،